طيب خلينا بقى نروح يا كريم للجنة المرأة بقى. يلا يلا نروح لفعاليات النادي الأهلي وشغل اللجان هناك اللي بيتم، وتحديدا لجنة المرأة بالنادي برئاسة الأستاذة أنهار أنديل، ده بالتعاون مع اللجنة العليا للجان برئاسة المهندس وليد مبروك تحت إشراف إدارة التنفيذية، كان بتنظيم زيارة للأعضاء لقصري الأمير محمد علي توفيق والمانستيرلي بالمانيال، وقامت إدارة النادي بتوفير هنا حفلات لنقل الأعضاء سواء من مقر النادي بالجزيرة أو فرع مدينة نصر والشيخ زايد للقصرين. رحلة شهدت كمان زيارة العديد والكثير من أعضاء النادي في مختلف الأعمار والأطفال، بنتكلم على أطفال وشباب يعني حلو أعمار. طبعا حلو جدا أن كل الفئات دي أو الفئات العمرية دي تبقى مهتمة أن هي تروح وتشوف، وحلو كمان أن يتم عمل يعني رحلة زي كده علشان مهم قوي تهتم بالروتس بتاعتك، مهم قوي تعرف طبعا. التاريخ مهم قوي للشباب الصغير كمان يشوف الآثار المصرية المختلفة، فحلو قوي ده وزيارة أعتقد مهمة. بس خلونا نروح للتفاصيل أكتر كمان عن الإيفنت ده اللي احنا بنتكلم عنه، وهيكون معانا كمان تليفون دلوقتي لأستاذة أنهار. هو جاهز التليفون معانا يا جماعة؟ أستاذة أنهار أندير رئيس لجنة المرأة بالنادي الأهلي، صباح الخير على حضرتك في البداية. صباح الخير، ازيك يا نهوان؟ ازيك يا كريم؟ صباح الكل يا فندم، صباح الخير على الكل عنده. صباح الكل على حضرتك، سعداء بوجودك معانا في حلقة النهاردة، وبنهنيكي على اللي يعني بسم الله ما شاء الله النشاطات المتعدده للجنه المراه، ويعني نوانت هتقول لنا بقى جانب بسيط جدا منها. لا حقيقي يعني طبعا حلوه جدا الزياره دي، وفكره كمان اختياركم لاماكن معينه واهتمام بالثقافه والتراث حلوه قوي، يعني خلينا نبدا الاختيار ده جه على اي اساس في البدايه؟ اتفضلي يا استاذه انهار. مع حضرتك فكرنا نعمل رحله ترفيهيه بعد جو الامتحانات اللي عاشته البيوت الفتره السابقه، اقترحت عضوه لجنه مراه المهندسة نشوى بوزيت عمل رحلة تثقيفية بزيارة قصر المنستيرلي وقصر محمد علي بالمانيال. عضوات اللجنة رحبوا بالفكرة وتوافق عليها من اللجنة العليا بقيادة مهندس وليد مبروك ومن الإدارة التنفيذية بقيادة دكتور سعد شلبي. بالفعل بدأنا نخطط لإجراءات التنفيذ وتوزيع الأدوار على عضوات اللجنة. اللجنة غنية بالخبرات المتنوعة لأعضائها، ودايما بنوزع مهام العمل وفقا للاختصاص المناسب لطبيعة المهمة، وبالتالي كان ضروري جدا ان احنا نختار المهندسه نشوى بوزيت منسق عام بين النادي الاهلي ومدير تنميه الوعي الاثري الاستاذه داليا الجهري، لان نشوى بوزيت بتشتغل في وزاره الاثار في تنميه الوعي الاثري، وهي مرممه مشرفه ترميم فده تخصصها، فبالتالي هي اللي هتقدر ترتب هذا الملف. بعد اختيارها وصل عدد المشاركين، بالفعل بدأنا في الإجراءات بتاعتنا، وصل عدد المشاركين للرحلة 160 فرد من الفئات العمرية المختلفة في العيلة الأهلوية جميع الأعمار. شفنا شباب وأطفال ونساء وسيدات، فور وصول حفلات النادي الأهلي شفنا حفاوة استقبال وترحيب رائع لأعضاء النادي الأهلي. كان في استقبالنا فريق عمل مرشدين سياحيين عددهم 25 شاب، اصطحبهم الباحث الاثري الصحفي صاحب مبادره فريق سراديب لتنميه الوعي الاثري الدكتور حسام الدين زيدان، قام بتقسيم العدد الاجمالي من اعضاء ومرشدين الى مجموعات صغيره، قام فريق العمل بالشرح الوافي والتوضيح الممتع الراقي المثير للبهجه والفخر بحضارتنا العظيمه، عملنا مسابقات لاسئله تاريخيه وكان معها جوائز. كان الملفت للنظر يا كريم ويا نهوان، كانت حاجة حلوة جدا ان الاطفال شاركوا ومركزين وبيستمعوا للشرح. حسيت ان في الوقت ده قدر النادي الاهلي يغرس في ولاده قيمة مهمة جدا، بلدنا جميلة، بلدنا قيمة، بلدنا فيها حضارة نتمنى ان احنا نحافظ عليها ونزيد ونكون زي اجدادنا بالشغل اللي هم عملوه في الاثر القديم لينا. اللمة بتاعت عيلة الأهلي مختلفة، طعم الأهلوية في أي مكان مجرد أن علم الأهلي بيظهر بتلاقي الناس كلها في حفاوة وفي اهتمام وفي حب، لدرجة أن المرشدين ما كانوش بس بيشرحوا، ده كانوا بيشرحوا وبيهتفوا بالأهلي وبيغنوا الأغاني بتاعت الأهلوية، اتملى المكان بهجة وسرور، وكانت حاجة فوق الروعة. يعني الحمد لله الفايدة عمت على الكل بسعادة وبهجة، وكان في اهتمام غير عادي وغير مسبوق من الكل بفضل من ربنا، رغم من زيادة العدد
الكل كان فيه التزام واحترام، والصغير بيحترم الكبير والتزام بمواعيد وتحرك. لا، الروح اللي موجودة في النادي الأهلي يا جماعة مختلفة. حلو جدا، وانا عاجبني ان حضرتك بتتكلمي عن عدد يعني مش صغير، 160، واحنا شفنا صور هاجر معانا في الاعداد برضو كانت موجوده. ما قالتليش هاجر، لا قالت لي والله لازم تيجي انا هوان بجد برومس والله، وعد المره الجايه وعد حضرتك، بس ابعتي لي انا مسج او رساله قولي لي عن اي ايفنت خاص بلجنه المراه وانا هكون مع حضراتكم، ده يسعدني جدا. بس حقيقي عمل محترم، واحنا يعني مش هنقعد نتكلم عن لجنه المراه، هي شغاله والشغل باين فعلا. كل التوفيق استاذه نهار بجد كل ما بتقدمه. شكرا ليكي. لا حلو ده قوي. عجبني حلو عجبني قوي. جدا بصي الجمله كمان بتاعت ايه، تنميه الوعي الاثري. بصي حلاوه الجمله دي لما تشوفي ان هي بتطبق على اطفال صغيرين، يبقى احنا كده يعني بنجهز او بنأهل اجيال جديده محترمه لتاريخنا ومحترمه لاثارنا. كنا بنتكلم من كام يوم على ان في فئه من الناس اللي بيروحوا مثلا يكتبوا حاجات على احجار الاهرامات، اللي يروحوا يشوهوا مش عارف مثلج وراسمين عليها ايه، فده هيمنع ده. انا بتفق معاك جدا، وبعدين مفيش حد يعني ليه مستقبل ما بيكونش عارف الماضي بتاعه، يعني عشان نقدر نقول ان احنا عايزين صحيح. مستقبل مشرق جدا، مستقبل ناجح جدا، مستقبل مختلف، لازم نكون عارفين احنا كمان جايين منين، الثقافه بتاعتنا فين، تراثنا ايه، تاريخنا ايه. فالاجيال الجديده لو ما حفظناش ان احنا نخليها تعرف ده، لان برضو هنرجع نقول تاني للاسف وده طبيعه الحال، احنا مش بننتقد يعني مدارس المختلفه الانترناشونال وغيره ما بيركزوش ابدا في تاريخ او حضاره البلد المدرسه فيها يعني. فدي مشكله كبيره لو الاهالي بقى ما لعبتش الدور ده، لازم تعرف انت جاي منين، الروتس بتاعتك فين، وبعد كده ابني المستقبل بتاعك زي ما انت عايز، بس اهم حاجه احنا مين، هي دي النقطه.